ممكن باي حال من الاحوال. الكلام اللي قاله عبد الملك قبل شوي صحيح. اللي هو البحث عن المداخيل الماديه والاعلانات تاثر على الهويه للنادي او على الشعار انت من منظورك من ناحية. لانه احط مثال بسيط انه فعلا فعلا بعض قمصان الانديه والله العظيم شيء غريب يعني عارف في كل مكان. هل هذا صحي؟ طيب وهل احنا طرق الرعايه للانديه هو فقط على القميص ولا في اشياء ثانيه ممكن نسويها؟ طيب شوف عطنا رايك. انا فيما يتعلق بالرعايات الرعايات هي نتاج تشريع. يعني خليني اضرب لك مثل في كاس اسيا للانديه ما في الا اعلان واحد. اعلان واحد مطلع تيشيرت فيري مو بكيفك مو بكيفك. اعلان واحد اختاره موجود اعلان واحد هذا تشريع من الاتحاد الاسيوي. الان نرجع للرابطه. الرابطه شرعت الموضوع هذا اللي هنا بالصدر واللي تحت البطن والكتوف. هذا تشريع واضح ان الانديه اول كان سابقا الرابطه كانت فاتحه الموضوع كبير. كنا لاحظنا بنادي الشباب فتره من فترات 9 رعات و10 رعات موجوده بتيشيرتهم. وكان صراحه كنت كان ذيك الفتره ما في دعم ما في اي حاجه ما في اي شيء. الرجال اللي جالس كان الله يذكره بالخير ابو الوليد كان يقول انا بفلوس ما عندي شيء ما عندي حاجه شلون اصرف على النادي على النادي ما اقدر ادفع مداخيله. كان ما في التنظيم الواضح من الرابطه ذيك الفتره كانت مفتوح للانديه وكانت انديه زي ما قال الاخ عبد الملك تحط اعلان ب 200 ريال ب 300 ريال. لا الان لا في تشريع واضح وهالتشريع للانديه واضح الان ممكن ياثر على الهويه. اذا الشيء هذا اذا تركته مفتوح ممكن ياثر على الهويه على حسب التصميم. ببعضهم يحط الاعلان راح التيشيرت كامل حسب تصميمك نسبه وتناسب مع التيشيرت تخلي تيشيرتك انت رائع. في ناس لا يقول لك لا انا ما اعرف. انا قبل ما اروح الفاصل سؤال ثاني وابغى اجابه سريعه عليه. هل طرق الرعايه الموجوده اليوم في الانديه هي بس القمصان؟ لا لا عطنا افكار عطني طيب. فكره يلا الحين انا نادي وابغى ربعان يرعاني في أشياء وماني بحاطك على القميص عطني فكره. طيب في الرعاة الاساسيه اللي هي حق القمصان وهذه منتهين منها. في رعاة المنصه الرقميه للنادي. في رعاة الثانويين لاستخدام انا ابغى اكون راعي اساسي بس ما ابغى القميص. إيه انا رجاله بدفع دراهم حسب المستهدف حقك حسب التارجت حقك. تقول انا بالتارجت حقي انا ما ابي القميص بس انا ابي ارعى نادي الهلال ولا نادي النصر ولا نادي الاتحاد. في رعاة ثانويين في لي حق استخدام الصور لي حق استخدام الشعار حق النادي لي حق استخدامه في جميع الاشياء اللي تخصني كشركه. في رعايات اخرى اللي هي رعايه